الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى. ولرب نازلة يضيق لها الفتى برا وعند الله منها المخرج. رقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج في الملتقى. في الملتقى السلام عليكم. جمع بين الأصالة والمعاصرة، عاش في فترة انتقالية في فترة الحرب العالمية الأولى. إنه محمد رشيد رضا، صاحب تفسير المنار وصاحب أيضا مجلة المنار. كتب وحاضر وكان حريصا على دخول العصر، وكان حريصا أيضا على المضي مع كل مصلح، حتى لو تبين فيما بعد أن غايته غير الغاية التي جاء من أجلها محمد رشيد رضا. تركه في بداية مساره معه، كان محمد رشيد رضا حريصا على التغيير، حريصا على أن يأتي بجديد، حريصا على نقل الأمة من وهدتها، من التخلف الذي عاشته، نقلها إلى التقدم وإلى النهوض. الكثير من مواقفه وتسليط الضوء على علمه وسيرته في الحوار الآتي. فارسنا لهذا اليوم يشهد له الإمام والداعية والعالم والمربي محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه هذه الشهادة تكفيه. يقول في حقه إذا ذكر: هو ترجمان القرآن وموسوعة إسلامية، لأنه قد أخذ بمذاهب المفسرين، سواء كان التفسير بالأثر، سواء كان تفسيرا فقهيا أو تفسيرا في علم الكلام أو في غيره من العلوم، ثم أضاف إليه بعض العلوم العصرية فأنتج لنا تفسيرا عظيما. فارسنا لهذا اليوم هو فضيلة الشيخ محمد بن رشيد بن علي رضا. ولد هذا العالم في مدينة القلمون والتي هي في لبنان سنة 1865، تبعد تقريبا عن طرابلس 3.5 ميل. تربى في أسرة دينية، والده رحمة الله تعالى عليه كان من علماء المدينة، وكان إماما وخطيبا في المسجد آنذاك، فتلقى العلم والأدب والقرآن من أبيه وحفظ القرآن كاملا. ثم عندما انتقل إلى المدرسة، إلى طرابلس، انتقل إلى المدرسة الرشيدية، لكن المدرسة الرشيدية كان علمها محدود، تابع للدولة العثمانية، فكانت تأخذ علم النحو والصرف والجغرافيا والحساب. ثم انتقل إلى مدرسة أعلى مستوى، اللي كان يرأس هذه المدرسة الشيخ حسين الجسر رحمة الله تعالى عليه، كانت متطورة أكثر، كانت تأخذ العلوم أكثر، فكانت تضيف إلى علم المنطق وعلم الفلسفة الطبيعية. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تغلق هذه المدرسة، ويستمر هذا الرجل محمد رشيد رحمة الله تعالى عليه يستمر متأثرا بصاحب المدرسة الشيخ حسين الجسر، بقي معه فترة زمنية، فولد فيه أي الشيخ الحسين ولد فيه أنه فيه النباهة والذكاء، فوصل إلى مرحلة أعطاه إجازة في العلوم الشرعية العقلية والنقلية. ثم أيضا أخذ العلم عن باقي علماء لبنان في ذلك الزمان، ثم أخذ إجازة في علم الحديث، ثم عاد إلى أين؟ عاد إلى قريته مربيا وعالما وداعيا. انطلق في دعوته الله سبحانه وتعالى من المسارد بدعوة جميلة رائعة جدا، التي هي تفسير القرآن بأسلوب بسيط سلس، فأخذ في قلوب الناس في ذلك الزمان. ولم يكتفي رحمة الله تعالى عليه بهذا، بل انتقل إلى مرحلة رائعة لم يسبقه فيها أحد. هذه المرحلة أنه يذهب إلى المقاهي في ذلك الزمان، تعرف المقاهي فيه الناس الكثير، النرجيلة والقهوة وغيرها،
فكان لا يخجل رحمة الله تعالى عليه من دعوة الناس في ذلك الزمان، فأثر في الناس تأثيرا كبيرا في قريته، فبدأ البعض من الناس يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلي ويعود إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم لم يكتفي هذا الرجل العالم الداعي، بل جعل وقتا لمن للنساء لتدريس النساء في ذلك الزمان. فهذا العالم صاحب كتاب عظيم، كتاب التفسير، نترك المجال لشيخنا يدلي بدلوه رحمة الله تعالى على هذا العالم رحمة الله عليه. العصر الذي عاش فيه ودرس ونشأ واشتهر إلى أن توفي هو كان عصر انقلاب، انقلاب تغير موازين القوى حتى بين الدول، تغير في الأفكار. الثقافة الغربية نعم كانت تغزو العالم حتى في أواخر العهد العثماني، لكن بعد سقوط الخلافة خلاص اكتسحت العالم. كان يدرك أن القادم يحتاج إلى سلاح جديد، إلى تفكير جديد، إلى طرق جديدة في الدعوة إلى الإسلام، في المحافظة على عقيدة المسلمين، في دروس المدارس، يعني في العلوم، في كل شيء. فكان دائما ينبه الأمة، يحذرها من غفوتها، يحذرها أن القادم يعني. فهذا يعني أنا أشبهه بما حصل بعد الفتوحات من دخول ثقافات أو الفلسفة، الفلسفات الفارسية والأمم إلى الإسلام، اضطرب فيها المفكرون الحريصون، فظهر الفلاسفة الإسلاميون مثل ابن سينا والفارابي، المعتزلة هم ورموزهم معروفة كثيرة، والأشاعرة. فالذي استطاع أن يوفق بين الغزو الجديد والمحافظة على العقيدة الإسلامية هم الأشاعرة. المعتزلة أرادوا أن يقربوا الإسلام إلى العامة خشية أن يرتدوا بسبب الأفكار الجديدة. أما الفلاسفة فهم افتتنوا خلاص بالفلسفة اليونانية وحاولوا أن يوفقوا، فكانت الانبهار عند الفلاسفة، محاولة التوفيق والمزج عند المعتزلة، محاولة تجديد الطريقة والأسلوب في طرح العقيدة الإسلامية. بعد سقوط الخلافة العثمانية رشيد رضا كان يعيش عصر غزو جديد، وليس الفلسفة اليونانية وإنما الفلسفة الغربية الحديثة. فلا يعتب عليه ولا يلام عندما نرى منه مواقف غريبة، مثل يقف مع جمعية أو شخصيات تبين بعدها أنهم من غلاة العلمانية، أيد شخصيات ودعمها تبين بعدها أنهم عندما كانوا يدعون إلى تحرير المرأة كانوا يدعون إلى السفور والتبرج والاختلاط وما هي، وكان يؤيدهم في المبادئ العامة، ما كان يعلم أنه ستؤول الأمور إلى هذا. فالحقيقة رشيد رضا يعني الذي يقرأ حياته وسيرته يلمس منه حرصه الشديد على المسلمين ألا يزيغوا ولا ينحرفوا بسبب هذا التيار الجارف القوي، ولا سيما بعد اهتزاز الثقة بسبب سقوط الخلافة الإسلامية وفقدان الثقة، وتعرف المغلوب دائما يخضع لفكر أو ثقافة الغالب. فكان يريد يحافظ، وهي نفس الفكرة، فكرة محمد عبده، فكرة جمال الدين الأفغاني. ورشيد رضا طبعا أعجب بشخصية محمد عبده كثيرا، وكان يحدو حدوه ورافقه وأكمل الطريقة بعده رحمة الله عليهم. فأنا أرى أنه يعني حرصه على الإسلام هو الذي دفعه. قد يكون وقع في بعض الأخطاء، أو ما يراه البعض خطأ وما يراه البعض صوابا، لكن دائما الهزات التي تصيب الأمة تفرز مثل هذه الأشياء التي لا نفهمها إلا في وقتها وتأريخها وسياقها. ولكن هو مع فهم مقصوده شيخ مثل ما تبين حضرتك، يعذر الشيخ العالم. يعني هنا مشكلة، احنا من خلال قراءتنا للمصلحين من بينهم القادة او سواء أصحاب قادة العلم والفكر، شيخي من يبقى مع الكتب ومع مدرسته ومع جامعة؟ يعني هذا حتى الاتهام يقل عليه، لأن هو ما خرج. لذلك محمد رشيد رضا كثر مثل الاتهام، لأن هو شيخي خرج من هذا
اللي أراد أن يغير. الآن المجتمع مفتتن، جمود شيخي بالقرنين اللي قبل محمد رضا محمد رشيد كان جمود فقهي، والآن العالم انفتح وتجدد. هاي حقيقة من نفهم هذا الرجل، هو يصدق عليه كلام ابن عطاء السكندراني رحمه الله: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. هو كان يدعو يريد يغير، والدليل ذكر شيخ حاتم استخدم أساليب. منه في ذلك الزمن يدخل إلى مقهى ويقولهم يا ناس، موضوع الفكر ماله أيضا بدأ. هو تأثر شيخي محمد عبدو والأفغاني عن طريق مجلة العروة الوثقى اللي كانت تصدر عنهما، نفس المسألة. هو أسس مجلة سماها المنار بال 1898، وكان يكتب بها كبار المفكرين والعلماء اللي عندهم تجديد، من ضمنهم شكيب أرسلان، كتبوا في مجلته. ولحد هذه بعد 70 سنة من توقف إصدارها، طبعا أصدروا 34 مجلد، بعد 70 سنة هذه المجلة تعتبر رائدة في ميدان الإعلام. الرجل يعني محاولاته أنه يقتحم كل مجال، وهذا حقيقة ننتفع منها إحنا الآن. يعني ممكن إحنا نقرأ سير علماء، بس لما تنظر إلى محيطهم ضيق المحيط الثروي، ممكن أنتجوا طلاب، أنتجوا هذا الرجل محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى اقتحم شيخي كل ميدان متيسر له أن يظهر هذا الدين، أن يعيد. بل يعني بيته اللي هو يفترض مكان راحته من أعباء الدنيا، قال لهم افتحوا لدروس للنساء، وبدأ هاي تجربة في وقتها ممكن يعني أيضا رائدة، أخذ يدرس نساء. في العموم هذا الرجل رحمه الله تعالى يعني يعتبر، أنا أعتبر الآن نموذج إن نقتدي به. مجال تحركه وكيف كان يتحرك مع الناس وكيف كان يستثمر كل، وبعدين حتى هذا الفكر مالته اللي نشره خلى يكون واقع. شيخي أسس مدرسة سماها بمدرسة الوعظ والإرشاد سنة 1912، هذا عمل جبار في وقته، واشترط لقبول الطلاب فيها بالنظافة إلى نبوغهم وتحصيلهم والتحميل والتأجيز العلمي أن يكون عنده سلوك وعنده صلاح حتى يكون نافع. لأن يقول كلمة إذا ما تكون من شخص صالح غير نفسه هذا ما يخدمني. فرحمه الله تعالى، ونسأل الله أنه ينفعنا بحالهم وعلومهم. نعم. والكلام عن رشيد رضا يقول، لكن على الأقل هو يحسب له أنه نزل إلى الميدان، هو حاول أن يكون واقعيا بعيدا عن الزوايا وبعيدا عن الوعظيات والكتب، حاول أن يتعامل مع الواقع. وهذا تعامله مع الواقع كأنه نابع، أو كما يقول هو أو كما يصف، يقول يحتاج الإنسان حتى يقوي إيمانه أن يكثر من تلاوة القرآن بنية الاهتداء بالقرآن، فكأن القرآن كان يحركه. لذلك كانت أهدافه كبيرة جدا. عندما تقرأ أهدافه، يعني هو مثلا كان يريد أن يعني كان يطمح لأن يؤلف كتاب فيما اتفق عليه المسلمون، وأن ينشر في كل أنحاء العالم حتى يجمع المسلمين على كلمة واحدة. وهذا طبعا يعني تراه يعني هم عظيم جدا، لكن الدافع عنده، ويقول أنه عندما تقرأ القرآن بنية الاهتداء به وتكثر من هذه القراءة، أن الله سبحانه وتعالى سيرسم لك الطريق. لذلك كان تفسير المنار بالنسبة للتفاسير في ذلك الوقت هو شيء جديد، يعني بطريقة جديدة. لذلك يعني يعتبر هو من رواد الإصلاح، لأن جاء بأشياء لم يأتي بها من كان قبله. وسبحان الله لم يعني عاجلته المنية، لم يستطع أن يتم هذا التفسير المعروف بتفسير البيان، عفوا بتفسير المنار. ويقال أنه يعني عند آخر توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وصل إلى هذه الآية آخر ما فسره من هذا التفسير، وكان يقول عسى أن يجعل الله لي حظا من الإسلام عند الوفاة. فعليه رحمة الله، توفي عام 1935. هو طبعا
حياته كانت في مرحلة انتقالية بين الأصالة والمعاصرة، وهو حاول أن يدخل للعصر وتعلم علوم العصر واختلط وشارك مع الشخصيات التي أرادت الإصلاح، ثم تبين بعد ذلك أنهم لهم غايات أخرى، وكان يشده الفقه نحو الأصالة أيضا، لكن هو بالنسبة إلى كان يكفيه المحاولة حقيقة، كان يكفيه المحاولة وحاول دخول العصر، وهو يعتبر من المؤسسين للمدرسة التي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، يعني حتى التلاميذ الذين تتلمذوا على يد محمد رشيد رضا أو كتاباته أو تفسيره نحو هذا المنحى، يعني حاولوا دخول العصر. ربما كثير من الجماعات الحركية والدعوية هي أخذت هذه الفكرة منه محمد رشيد رضا، وكان له يعني ولفكره ولكتاباته ولمحاولته هذه المحاولة الجريئة، كان لمحاولته هذا الأثر الكبير على هذه الجماعات على هؤلاء الأشخاص، وبالتالي استمر أثره بعد بكثير فقط لأجل هذه الفكرة، وهو الجمع ما بين الأصالة والمعاصرة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نقف اليوم وقفات مع سورة البقرة، هذه السورة الكريمة التي تأتي في التسلسل الثاني في كتاب الله تبارك وتعالى بعد سورة الفاتحة، إنها أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وإن فيها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وإن فيها أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السورة نجد أنها تبتدئ بالكلام عن أصناف من الناس، هؤلاء الناس هم الذين سيكون إعمار الأرض عليهم، بل هم الذين تكون لهم الخلافة في الأرض، لكن من هؤلاء الناس من يكون خلفاء مطيعين، ومنهم من لا يكون كذلك فتخرب الأرض بهم. هذه السورة الكريمة تبتدئ بقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا ذلك الكتاب، ذلك إشارة إلى البعيد، وفي موضع آخر إن هذا القرآن، وهذا إشارة إلى المكان القريب. وهذه مسألة لمسة بيانية نتركها لشيخنا الفاضل الدكتور فاضل السامرائي لضيق الوقت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون هم الصنف الأول الذين تتكلم عنهم هذه السورة الكريمة، المتقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المتقون هم الذين يفون بأركان الإيمان كما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الصنف الأول من هؤلاء الناس والذين هم المتقون، هؤلاء سيكون لهم الفلاح في الدنيا والآخرة، هؤلاء ستعمر الأرض بهم، ويوم القيامة يكونون من الرابحين الفائزين عند الله تبارك وتعالى. لم تطول آيات هذه السورة في هذا الصنف من الناس، لما انطوى عليه
أمرهم من أنهم يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك، ما أنزل من قبلك إلى آخره. أما الصنف الثاني من الذين تتكلم عنهم هذه السورة الكريمة هم الكافرون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية، هذه السورة تكلمت بشكل موجز عن الكافرين لأن أمرهم محسوم، لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، ختم الله على قلوبهم، هم في الآخرة من الخاسرين. لكن نرى أن السورة هذه تسهب في الكلام عن الصنف الثالث وهم المنافقون، وتسهب كثيرا للدلالة على أن المنافقين سيكونون أشد الناس عذابا على الأنبياء، على الدعاة، على غيرهم. ومن الناس من يؤمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء نحن نعلم أن المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، وهؤلاء هم أكثر الأصناف تعباً على الأنبياء. ولذلك جاء في الآية الكريمة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنهم يخادعون أنفسهم ويعتقدون أنهم بذلك يخدعون الله، لكن الله تبارك وتعالى لا يخدع، بل الله تبارك وتعالى هو خادعهم، خادعهم لأنهم يعتقدون أنهم على سواء السبيل، لكن سيكونون يوم القيامة من الذين يكونون في الأسفل في النار. المنافقون في الدرك الأسفل من النار. عافانا الله وعافاكم جميعا منه. وسائل التربية كثيرة جدا، ومن هذه الوسائل بل ربما أهم وسيلة من وسائل التربية بالنسبة للأطفال هو التربية بالقدوة، أن الطفل يشوفون قدوة أمامهم سواء الأم أو الأب، ويبدأون بالتقليد لهذه القدوة ويتعلمون وينشؤون على المعاني والأخلاق السامية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، التربية لا يأتي إلا بوجود شخص معين يقتدي به الآخرين. حقيقة الطفل في بنيته هو طفل، يعني الطفل هو شخص اجتماعي. لكي حتى ينمو بالشكل الصحيح ويتربى بالشكل الصحيح ويكتسب المهارات الاجتماعية، لابد من توفير نموذج صالح يقتدي به. حتى قلنا لأنه حتى يتربى بالشكل الصحيح، هذا النموذج الصالح ليش احنا نوفره له؟ لان الطفل بطبيعتي الفطرية هو يقتدي بالآخرين من خلال الملاحظة. يعني اليوم الأماية من تريد تعلم الأكل، تجي بالبداية يتوكله طريقة تعلمه، طريقة كيف يأكل الطعام، فهو يلاحظ. يعني في بداية العمر السنوات يقلد بالضبط، هو احنا حتى بنقول القدوة هو التقليد، او خلينا نقول الأسوة. حقيقة التقليد ممكن احنا كيف نرسخ هذه، انه الاطفال لابد نبسط لهم هذه الامور، مو احنا نجي نتكلم لهم بالمثالية وهذه الشغلات. فممكن نبسط الامور عن طريق انه نروي لهم قصص. حقيقة اتذكر هناك كتاب للكاتب خالد محمد خالد، اللي هو كتاب اسمه رجال حول الرسول. احنا حق بالاقتداء الخير من نقتدي بهم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب فيه كثير من قصص الصحابة. فمثلا أنا لما أريد أزرع في نفس الطفل، أقول له أنه يكون شخص قوي، وأقول أروي له قصة سيدنا عمر بن الخطاب، وأقول أنت كن قوي كعمر بن الخطاب. أو مثلا أريد أزرع في صفة الكرم، فأقول كن كريم كعثمان بن الخطاب.
عثمان بن عفان بن عفوا عثمان بن عفان او اريد ازرع بي انه يكون صادق وامين ويكون كسيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه. جميل. حقيقة هناك كتاب، هناك نظرية اجتماعية للكاتب باندورا كتب في السنة 1971 التعلم الاجتماعي، ذكر في هذه النظرية كيف الطفل ممكن توفر له نموذج وقدوة صالحة حتى يكتسب من خلال خلينا نقول اللهم صل على سيدنا محمد من خلال مشاهدته لهذه القدوة. فيعني حتى وهذه حقيقة هذه النظرية إلى الآن تدرس في كثير من المؤسسات التربوية حتى في البلدان الأوروبية. أنا شفت بنتي عندها اجتني حفيدة يعني قبل 4 أشهر تقريبا 5 أشهر الآن عمرها، شفت أمها حريصة إنه ما تلزمها الموبايل، ومن العائلة يباعون على التلفزيون تديرها ما تخليها تشوف التلفزيون. فسألتها بنتي انت ليش تسوين هالشكل؟ قالت لي هذه اذا كبرت بهذا العمر وتتباوع على الموبايل او تباوع على اشعة التلفزيون هذه قد تصاب بالتوحد. فاني ابعدها عن الموبايل وابعدها عن التلفزيون حتى تنشأ مهارات التواصل عندها بشكل طبيعي. طبعا انا كلش عجبتني هالملاحظة مالتها. قالت لي انه اكو اولاد وبنات بهذه الاعمار بالاشهر الاولى يشغلوهم بهاتهم بالموبايل واللي يطلع بيه باليوتيوب وما الى ذلك طبعاً. يقول تضعف عندهم ادوات التواصل مع الاخرين. نعم. بينما هي تبقى على طبيعتها وفعلا هذه الحفيده المبتسمه بس واحد يناغيها شويه تبتسم وياه وتتجاوب وياه، وامها جدا حريصه انه ما تلزمها موبايل ولا تشوفها موبايل خلال هاي الاشهر. نعم نعم. ندخل من هذا الباب انه حسب دراسات التربية اكو احصائيات طبعا تتعلق انه الطفل شلون يكتسب التربية مالته من وين يعني. فلما نشوف انه الدراسة تقول 60% هي البيئة الأسرية، 20% هي بيئة التعليم، 20% الأخيرة هي من المحيط يعني من يكبر وشي ياخذها. فنجي نركز على 60% هذه اللي من خلال تنشئ الأسرية خاصة السنوات الأولى. سنوات الأولى وطبعاً يكبر يعني أيضاً هو طبعاً يكبر الطفل وهم يظل يحتاج إلى عمر معين هو طبعاً أكيد يعني يمكن تضعف النسبة كلما مضت السنوات، يمكن بالسبع سنوات الأولى يمكن نسبة عالية جداً موضوع التنشئة الأسرية. فالأم تقع على عاتقها مثل ما ذكر الدكتور يعني المسؤولية الأولى، جزء كبير من المسؤولية تقع على الأم من خلال إنه كيف تربي الطفل وكيف تربي يعني ابنها وأولادها بشكل صحيح، لأنه راح يقلدون. الموضوع القدوة هو الشخص اللي راح يعني يكون يقضي الشخص وياه أو الطفل وياه أكبر وقت ممكن وراح يتأثر به. الأب طبعاً ما يغيب دوره، صح هو الأب مشغول بالمعيشة يعني توفير سبل المعيشة، لكن هم يقع عليه هذا الدور. أذكر فد أخت أم سالفت لي فد قصة يعني طريفة، تقول أني من نوع عصبية، فمن أريد أجي يعني أصير عصبية تفقد شوية تقوم تحكي حكي مو حلو وتحكي على الأولاد البنات. تقول اكتشفت يعني انتبهت ورا فترة قاموا هم ما يتعاكم بيناتهم يستخدمون نفس الكلمات. تقول أنا شفت هاي الشغلة يعني طلعت أني متأثرين بي، فحطت بعقلها تجرب تستخدم من الصر عصبية تلزم نفسها ما تتكلم كلمات مو حلوة، كلمات شوية لطيفة يعني حبيبتي ليش هيك تسوين يعني ما يصير هيك يا عيني هيك يعني. انتبهت هم ورا فتره انه نفسهم قاموا يستخدمون نفس الكلمات نفس يعني بيناتهم بين الاخوه والخوات. فهذه طبعا فتشاهد حلو جدا يعني انه اذا ممكن الانسان يغير من سلوكيات الاطفال من تصرفاتهم من خلال ما يشاهدوه من الاب والام. صحيح. يعني هي القدوه العمليه، احنا الان لانه حلقتنا حول التربيه والقدوه، القدوه العمليه اكثر ما يتاثرون بها الاطفال اكثر مما يتاثرون باللي يشاهدونه او بالاختلاط يمكن ويا الاصدقاء. السنوات الاولى تعلمهم مفردات اللغه وتعلمهم مفردات السلوك. نعم. تعلمهم الصدق وتعلمهم كل شيء يعني. نعم. سواء كان سلبي او ايجابي. نعم. فاحنا اكو ايضا موضوع اخر، موضوع انه البيت والبيئه شلون تاثر. فلازم ايضا تصرفات الام والاب امام الاطفال تكون تصرفات سليمه وتكون البيئه صحيه يعني مو يجون مثلا الاب يكذب
ويريد الأولاد ينتظر من الأولاد أن يكون صادقين، أو مثلاً يدخن سلوك مو صحيح فيطلعون يدخنون مثلاً، أو يصلي صلاة مو كلش فيطلعون متقطعين بالصلاة. فهذه كل الأمور طبعاً جداً يعني تنعكس عليهم. وأكثر شيء هو مهم بالتربية بالقدوة إنه الحب والاهتمام، مو فقط أني أجيب بطريقة الأوامر وبطريقة الـ يعني شلون الاهتمام الحقيقي والحنان الحقيقي والحوار والاحتواء والحوار. جتي في بالي أيضا حادثة النبي عليه الصلاة والسلام صارت إنه في اليوم يعني كانت أكو امرأة تنادي على طفلها كأنها ما تريد تنطي فتشي، فصاح لها النبي قال لها شنو بإيدش، يعني كأنها ما تقول لها تعال أو فتشي وبإيدها فتشي، فقال لها افتح ايدك طلعت بيها تمره. فقال لها زين شفت هاي التمره بايدك، لانه لو ما كانت اكو التمره يعني من كان مثل قشمري فها راح تنحسب كذبه وراح يطلع ينعكس بشكل سلبي على الطفل. وبالمناسبه والطفل ينتبه ويفرزن ويلاحظ بشكل كبير جدا حتى يعني عنده قابليه على الملاحظه وعلى التفريق بين الصح والخطا، ربما حتى يعني اقوى من الكبير بالسن، لانه هو دماغه فارغ يعني يعني كالصفحه البيضاء واحد ينقش بها ويكتب بها اللي يريده. فاكو قيم كثيره ممكن واحد يعني يزرعها في الاطفال او بالاسره من خلال يعني الاحتكاك مالتهم. مثلا هم تحضرني موضوع قيمه النيه السليمه، يعني النيه السليمه شنو حتى يطلعون الاطفال مع النيه خفيه طبعا هي. إيه النيه السليمه شنو معناتها؟ بس تعرفه انه انا ما اعود مثلا قدام الاطفال احكي على فلان واحرك على فلان، واكو مشاكل مثلا بيني وبين مثلا جيران او بين اصدقاء واقوم احكي، فهذا شنو يتعلم انه اكو نوايا بداخل اهله مو صحيحه، فهي يسموها مثلا قيمه النيه السليمه. فواحد كثير كثير من الامور طبعا تتعلق بالتربيه بالقدوه. حقيقه انا اعقب الكلام استاذه اشراف، القدوه احنا مو بس هي الاسره فقط تكون، يعني هسه احنا ما نخفي الواقع انه اكو التلفزيون اكو اليوتيوب اكو وسائل التواصل الاجتماعي. هل يعني انه احنا نبعد اطفالنا عن هذا العالم؟ لا، انا اشوف من وجهة نظري الخطا نبعدهم، لكن الصحيح احنا كيف نخليهم تعاملهم صحيح مع هذه الوسائل التواصل الموجوده. فمثلا اذكر انه اذا كان يشاهد في الكرتون، انا او كحضرتك او كاستاذ اشراق يجون يشوفون هذا النوعية الكرتون هو شنو، هل فيها سموم؟ لأنه حقيقة أكو أفلام كرتون اللي يشاهد الأطفال أكو تبث كثير من السموم طبعاً. هذه هي يعني واحد ممكن يشاهد الحلقة مع الأولاد والبنات ويبدي يبين لهم المساوئ، حتى ممكن قبل أن الطفل يشوفه هو الأم والأب دورهم يتأكد من صلاحية من هذه حتى لا يتعلمون الشغلات الصحيحة، لأنه هم حيتعلمون. هاي ببساطة إحنا نقول هي قد يقول واحد هذا هو كرتون ايش راح يسوي، لكن هو بالعكس هو يعني يعتبر هذا مثال قدوه، متى يفهم هذا صح من خطا؟ على الابوين هم يبينون الصح والخطا. جزاكم الله خير، ربي يحفظكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شبابنا وبناتنا بين الحداثه والتدين. أتكلم أنا عن أسباب وجود الحداثة، تكلمت في حلقات سابقة عن أسباب، واليوم أختم بسبب مهم جدا. لماذا توجد الحداثة والانحلال؟ ولماذا يوجد ترك التدين بين أغلب الشباب وأغلب البنات؟ ولماذا اليوم هناك جرأة في ترك التدين إخواني وأخواتي؟ وهناك جرأة في محاربة التدين؟ وهناك جرأة في محاربة الحجاب والالتزام؟ طبعا أكيد هناك سبب وعدة أسباب، وهم هذه الأسباب هي غياب الرقابة البيتية، غياب الرقابة الجامعية، غياب الرقابة الحكومية من ذلك. طبعا الانحلال وطبعا الانحراف لابد أن تكون هناك آليات ووسائل في كثير بل في كل المؤسسات الدينية والمجتمعية لحل هذا الانحلال وهذا الانحراف. وللأسف الشديد غياب الرقابة البيتية أولا عند كثير من الآباء والأمهات. الأب يخرج إلى الدوام ويعود عصرا، ربما ينام، وإذا لم ينم فيأخذ الموبايل، يمسك الموبايل، يعزل نفسه ولا علاقة له في البيت، لا علاقة له ببنته،
مع من تتواصل؟ ماذا تفعل؟ وما له علاقة بابنه؟ شو يسوي بالموبايل؟ ومع منو يتواصل؟ والأم ربما كذلك هي غير مهتمة بتواصل وتفاعل بناتها وأبنائها في التعامل مع الآخرين، ومع من تمشي البنت ومع من يمشي ابنها لا علاقة لها. غياب الرقابة البيتية إخواني وخواتي هذا أمر خطر جدا، وكذلك غياب الرقابة الجامعية عند كثير من الأساتذة. أيها الأستاذ، أنت مهمتك ليست لا تقتصر على التعليم فقط، بل على التعليم، على التربية، على صحبة الطلاب، على يعني حل قضاياهم النفسية، حل قضاياهم العائلية، حل قضاياهم الشخصية. الكثير من الأساتذة للأسف أصبح روتينيا كلاسيكيا في مهامه في الكلية في الجامعة، بل الأكثر من ذلك أن الجامعة والكلية لم تعطي حصة كافية لموضوع التربية الأسرية أو التربية الشخصية، بغض النظر كانوا من هذا التخصص أو من غير تخصص. أنا أنادي عمداء الكلية، أنادي المختصين في الجامعات، أقول يعني راقبوا الشباب، راقبوا نفسيات الشباب، صاحبوا الشباب، أيتها الدكتورة، أيتها الأستاذة، صادقي البنات اللي معاك، شوفي حلول لهم، شوفي حلول المشاكلهم. الرقابة الجامعية كادت أن تفقد عند كثير من الأساتذة وعند كثير من المدرسين. الثانويات، الابتدائيات نفس الحالة، ما عادوا يواكبون الطلاب في دوامهم وفي غير دوامهم. وكذلك المؤسسات الدينية، أغلب المؤسسات الدينية اليوم تحتاج أن تهتم بالزاد التربوي، بالزاد المجتمعي الاجتماعي، بالزاد التقويمي. ولا بد لكثير من مؤسساتنا ولكثير من خطبائنا ولكثير من علمائنا أن يهتموا بشريحة الشباب وأن يغذوا الشباب والبنات بالتربية التي يعني نوعا ما تعصمهم، العصمة المجازية تعصمهم عن المنكرات، تعصمهم عن الانحرافات. فالخطاب الديني الأعرج لا يقوم الشباب والبنات يا أيها الخطباء، الخطاب الديني الغير واقعي لا يقوم. فإذا أقول ختاما، الرقابة البيتية، الرقابة المؤسساتية الدينية، الرقابة الجامعية، وأعلى من ذلك الرقابة الحكومية أصبحت مفقودة تماما في مجتمعنا، هذا المجتمع الذي ينخر بالغزو الفكري وبالغزو الانحلالي. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من يصلح حالنا وديننا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأشكر لكم هذه الدعوة والاستضافة ودعوتي إلى المشاركة. أنا ليس لي إلا الشعر يعني هنا، لا أجاري الأخوة الأفاضل والمشايخ الكرام حفظهم الله جميعا. في قصيدة كتبتها قبل 29 سنة في عام 1992، في كانت بداية أيام العدوان على العراق والحرب والحصار، فكنت طالبا في الجامعة فكتبت هذه القصيدة في ذلك الوقت، فأحببت أن نسمعها معا. بعد الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم الكاريكاتيرية من الرسام الدنماركي، أيضا أضفت إليها بعض الأبيات المناسبة، فأقول فيها، أقول: فؤادي في هواك هوى وذاب، فزاد ضراوة الشوق التهابا، ألا يا مالكا قلبي فإني شكوت إليك بعدا واغترابا، شرود في الجمال أحال شوقي، وطعم الشهد آهات وصابا، وجمرك ضرم الأحشاء لكن ألفت هواه عذبا لا عذابا، ورغم بعادك النائي فقلبي
ورغم بعادك النائي فقلبي تلظى من مجامره فطابا. يؤرقني الجمال وأي حسن، وهل أبقت لحاظك لي صوابا؟ وهل تحظى بكحل سناك عيني وألقى من مكارمك الخضابا؟ وأمسح من نداك جراح قلبي فعذب نداك ينسيه المصابا. رسول الله في ذكراك يعيا أخو عشق ولا يلقى الجواب، ولا يبريه في معناك شعر، وليس يجيد في مدح خطابا، فأي القول فيك تراه يشفي؟ وأي الشعر قد بلغ النصابا؟ فليس بحور شعري راويات، وإن ملأ القريض بها قرابا. وليد طيب الدنيا وطابا، أراها من مكارمه العجابا، كبدر لاح في الآفاق نورا، أضاء قصور بصرى والقبابا. وسل من صدع الإيوان قهرا، ومن قد هز من كسرى جنابا، وأخمد نار فارس حين كانت لهم دينا وسلطانا مهابا، وساوى حين غاضت بعد وفر، وأضحت أرضها يبسا جدابا. ونجمك أرعب الكهان لما رأوا في واسع الأفق الشهابا، لينذر أن عدل الله ماض، لينذر أن عدل الله ماض، وسعي الظالمين خبا وخابا. يتيم يتيم هز عرش الظلم فردا، كساه بعدله كساه بعدله السامي ثيابا، وقد حمل الدنا بالدين ركبا، فكان هداه للدنيا ركابا، أقام لها من الأخلاق صرحا ومجدا بعد أن كانت يبابا. أزاح الجهل والظلمات عنها، ورواها زلالا لا سرابا، ووحدهم فصار اليتم جيشا، ووحدهم فصار اليتم جيشا، به اجتاز المخاوف والصعابا، وصار اليتم مليارا، فأضحت بمقدمه لنا الدنيا رحابا. رسول الله في ذكراك جئنا، إليك نجدد العهد انتسابا، فليس لنا بغير هداك هدي ولا عهد به نحيي الشباب. فعهدا يا رسول الله إنا سنحيا فيك حبا واصطحابا، وعهدا يا محمد سوف نبني لدينك في الورى ركنا مهابا، ونرفع راية الإسلام فخرا، ونمضي في الوغى أسدا غضابا. ولن تثني عزيمتنا الرزايا، ولن تثني عزيمتنا الرزايا، وإن سنوا على الدين الحرابا، وإن رسموا وإن وصفوك بغضا، وإن رسموا وإن وصفوك بغضا، وإن قالوا جزافا أو كذابا، فأنت الشمس لا يخفى سناها، وليس يرى الحقيقة من تغابا، وأنت محمد، وكفى بهذا لمن رجموا بقولهم جوابا، وأنت محمد، وكفى بهذا لمن رجموا بقولهم جوابا. رسول الله معذرة فإنا ضعاف ليس نحتمل العتابا، عسى ذكراك توقظنا ونحيا، عسى ذكراك توقظنا فنحيا، وعل تعيد للدنيا الصوابا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القلوب تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام.
تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى درعا وعند الله منها المخرج فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج في الملتقى